أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. تعالوا كده مع بعضينا نبص بصة على المنطقة العربية. إيه الأنظمة اللي نجحت؟ وإيه الأنظمة اللي سقطت؟ إيه الأنظمة اللي نجحت؟ وإيه الأنظمة اللي سقطت؟ هنلاحظ شيء، إن الأنظمة المستقرة، الأنظمة المستقرة في المنطقة العربية هي النظام الحاكم فيها يا إما ملكي، يعني أنظمة حكم أسر. السعودية، دبي، الإمارات، المغرب، اللي هي أنظمة حكم ملكي أو عائلي. طيب إيه أنظمة الحكم الساقطة؟ كل الأنظمة اللي قامت على ثورات، كل الأنظمة اللي قامت على ثورات. العراق راحت، ليبيا راحت، سوريا، ها سوريا، مصر، ما هو مصر إيه يعني؟ أنت فين دلوقتي؟ هل النظام في مصر ناجح؟ أنت شوف النظام لما كان حكم ملكي أيام الملك فاروق كان الجنيه بكام؟ وكنا مدينين بريطانيا بكام؟ ودلوقتي شكلنا إيه؟ طب ليه؟ احنا لازم نفكر. طب ليه أنظمة الحكم اللي هي ورون رئيس دولة عربي اما قلتش ملك، رئيس دولة عربي مات موتة ربنا كله، ورينا رئيس دولة عربي مات موتة ربنا. قذافي، زين العابدين بتاع اليمن، علي عبد الله صالح، ها مين تاني؟ هتقولوا لي حسني مبارك، ماشي، بس كان شكله ايه؟ محمد مرسي، طب حصل له ايه؟ هتقولي يعني انت لما تقول امريكا وتقول رؤساء امريكا يتفرشوا لك كده، جيمي كارتر وبوش الاب وبوش الابن وهيلاري واوباما و يترسوا لك جنب بعض، ها نظام الحكم في اسرائيل يترسوا لك جنب بعض، نتنياهو بن عزر لكم دوده حكم. افرش لي كده في اي دوله عربيه مجموعه رؤساء سابقين قاعدين مع بعض، مش هتلاقي. طب هات لي يعني، طب ده ما يعلمناش. طب ليه الانظمه دي فاشله؟ لانه حراميه، كل اللي بيجي جعان، بيجي جعان عايز يشبع، ما يهموش، يقول لك انا اشبع الاول. طب يا عم ما يكفكش مليون اتنين تلاتة اربعة، طب مليار اتنين، لا افرش، عايز وكمان عايز امسك في الحكمة اورث اللي بعدي، ولدي ولا غير ولدي ولا غير، نهب وسرقة. طب ما تفكرش ليه تعمل لصالح البلد، مش مآمن يعني، ما هو ممكن هو واحد يجي غيري، يجي بانقلاب يعمل لي، فانا عايز اخده الحق اودي سويسرا، وفي الاخر الدولة الوحيدة المستفيدة سويسرا، لان فلوسك اللي انت مش هتعرف تجيبها هتكون في سويسرا. طيب اللي قاعد نظام حكم ملكي، ما هو شبعان ابن ملك وجده ملك، مش محتاج، لا عايز البلد تطلع شوية، عايز البلد تفوق، فبيعمل لصالح البلد. شوف الامارات بقت ايه، شوف دبي بقت ايه، شوف السعودية دلوقتي، التحضر اللي ابتدى يظهر في السعودية دلوقتي، نتخانق على الحجاب والنقاب تخلي هم عن الكلام ده، هناك ابتدوا يعملوا مهرجانات ويعملوا فن ويعملوا، عايزين يعملوا سيما وعايزين يعملوا، ابتدوا. يبقى كمان العقلية،
يعني انت عقليتك 50-60% هتطور البلد ازاي؟ واحد طلع لك يقول لك انا ما بعملش دراسات جدوى، ايه دي الخيبه. واحد يقول لك احنا فقراء قوي قوي قوي. طب فقراء قوي قوي قوي، بنيت قصور وهبني كمان وكمان الله، انت بتعاند نفسك ولا بتعاندنا ولا بتعاند الدوله؟ طيب انا هبني قصور وهبني قصور وهبني قصور، انا لو عندي اديك. طب انا انت لو عندك تديني ازاي؟ طيب ببني قصور وببني مدن، لو انا عايز اعلم مش قادر، عايز اعالج مش قادر، عايز اسكن مش قادر. الله، انت قادر ولا مش قادر؟ وده برنامجك. اللي معاه برنامج هو اللي بيترشح للحكم. بمعنى ان اي واحد يقول انا هعمل 1 2 3 4 ده برنامجي عشان احكم، ويدخلوا رؤساء كل واحد ليه برنامج، ونختار احنا البرنامج اللي المفروض انه هيتنفذ. لكن لما يطلع لي رئيس يقول لي انا عايز اعلم مش قادر، عايز اسكن مش قادر، عايز اعالج مش قادر، عايز اجوز مش قادر. طب مش قادر ما تتكل على الله يا عم. مش قادر نجيب عبد القادر، احنا نشوف عبد القادر يمكن يجي يشتغل. لكن هو ده برنامج رئيس دولة يطلع يقول مش قادر؟ احنا طالعين نحن. طب ما في ناس قادرة بتقول احنا ممكن نحل البلد، وممكن نصلح حال البلد، وممكن نطور من البلد، والحلول موجودة. طيب علشان انا اوصل لكم فكرة البلد دي نستفاد من اللي حوالينا ازاي، موضوع روسيا واوكرانيا. روسيا اوكرانيا حرب دايرة لغاية دلوقتي، في قتلى وفي جرحى. طبعا يرحمنا ربنا، انا ضد الحرب تماما، وضد سفك الدماء حتى في تغيير الانظمة، ضد سفك الدماء. يعني انا لغاية دلوقتي يعني بكبر رأي الملك فاروق لما قال، قامت عليه الجلو شوية الصيع بتوع الضباط الأحرار وعايزين ينقلبوا عليه، فعنده سلاح، يعني عنده سلاح البحرية كان ممكن يضربهم بيه. قال لأ، أنا مش عايز نقطة دماء تزرف بسببي. وهم على فكرة ما قاموش عليه كده لله فلله، يعني هم قاموا عليه عشان أمه الملكة نازلي بقت مسيحية، وأخته فتحية بقت مسيحية، فهم كتبوا له على الحيطان كده، كتبوا له اللي ما يقدرش يحكم أمه ما يقدرش يحكم أمه. فكانت الانقلاب على الملك فاروق مش انقلاب عشان هو فاسد ولا حاجة، لا، هو انقلاب كان إزاي يعني يبقى أمه وأخته يبقوا مسيحيين، يعني نظرة طائفية. لكن البلد كانت واقفة على رجليها وثابتة. لكن أنا يعني كبرت نقطة إنه هو ساب البلد ومش عايز نقطة دم. فحتى في تغيير الأنظمة، حتى لو النظام أي نظام، احنا مش ما بحبش يبقى التغيير دموي، ولو إن في ناس بتقولك لازم دم، أنا ما بحبش الدم. ما بحبش الدم، ما بحبش حد يتقتل، يعني الدم ثمنه غالي مش